مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو موفي توكن؟ ما هي ميزات موفي توكن؟ ما هو موفي توكن؟ تم إنشاء موفي حول نشاط يومي أساسي لمعظم الناس، التنقل. هدفنا هو بناء نظام أساسي قوي للتطبيق ونظام بيئي يجذب ملايين الأشخاص الجدد إلى عالم العملات المشفرة من خلال تطوير تطبيقات مختلفة. ما هي ميزات موفي توكن؟ يتم دمج تطبيقنا مع عناصر NFT وجيمي فاي وسوشيال فاي، حيث تتم مكافأة المستخدمين في موفي NFTS عن طريق المشي والحركة وممارسة التمارين واستكمال التحديات داخل التطبيق. نحن فريق مكرس لإنشاء حلول جديدة تعزز أنماط حياة الناس. يمكن لأي شخص استخدام والمشاركة في موفي، وبشكل أكثر تحديد لا يحتاج المستخدمون إلى فهم NFT أو كريبتو للبدء. كل ما تحتاج إلى معرفته هو حرق تلك السعرات الحرارية لبدء استخدام موفي. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.